النهاردة الكلام على الحب، ملك الليت نايت شوز كونان أوبراين. انا عارف كتير منكم اللي بيتفرج على النوعية دي من الفيديوهات ما بيكونش عارف حاجات كتير عن الشخصية اللي انا بتكلم عنها، ولكن مش مهم، خدوا بس المغزى من القصة، وخاصة في القصة بتاعت كونان أوبراين دي، يعني في حاجات كتير الواحد ممكن ياخدها منها. فيلا عايزكم دلوقتي تربطوا حزامكم، تجهزوا نفسكم لكلام كتير عن سياسات بتاعت قنوات، واهم حاجة لبرنامج خفيف لذيذ لطيف ينفع للعيلة كلها. يوتيوب لو سمحتوا ما تشيلوش الاعلانات من على الفيديو ده، يعني ده اللي انا بعمله دلوقتي، فيعني خليكم حلوين، والناس اللي بتتفرج ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد. ويلا نبدأ. طيب قبل ما ابدا كلام كده، هو انا لازم ابني قاعده علشان اتاكد ان انتوا فاهمين انا بتكلم على ايه. في امريكا في برامج كتير بتتعرض على التلفزيون، توك شوز، ومن اشهرها ذا تونايت شو اللي شغال على التلفزيون بقاله اكتر من 50 سنه. الطريقه بتاعت البرنامج دي يعني غريبه شويه، واحنا ما عندناش الحاجه المشابهه ليها في العالم العربي. الام بي سي جربت الحوار ده مع الليله مع بدر، ولكن يعني بصراحه انا شايف ان الموضوع ما مشيش قوي، يعني ما يتقارنش حتى بالشيء الاسطوري اللي هو ذا تونايت شو. بالمناسبه التيشيرت اللي انا لابسه ده من خط الميرش، فانتوا عايزين بص 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 النعومه، او جاد دايم، رابط موجود في الوصف. المهم بيشتغل ازاي بقى برنامج التونايت شو ده؟ هو برنامج عشوائي بيتكلم على الحاجات اللي ماشيه دلوقتي في البلد، شويه بوب كلتشر، شويه حاجات ترندات ماشيه، شويه حاجات سياسيه، وبيكون في مقابله مع مشاهير. ده نفس الوصف بالظبط بتاع كل البرامج التوك شوز الامريكيه اللي بتلاقوا الكليبس بتاعتها ماليه اليوتيوب، ولكن التونايت شو هو الاصل، هو اللي كل الحاجات دي طلعت منه. وزي ما تقولوا كده، هو يعتبر فخر ان حد كوميدي يوصل في مرحلة ان هو يقدم التونايت شو. من ساعة لما بدأ 6 بس هم اللي كان ليهم الشرف ان هم يقدموا ذا تونايت شو، ومنهم الراجل اللي احنا قصتنا معاه، كونان أوبراين. كونان كان طول عمره شغال في هوليوود وشغله ماشي تمام، كان بيكتب حاجات لإس إن إل، عمل 52 حلقة لذا سيمبسونز. أيوة ذا سيمبسونز، هو واحد من الناس اللي عملوا الكرتون ده، وكان شغال زي الفل في البرنامج بتاعه اللي هو كان ساعتها ليت نايت وذ كونان، لحد لما ان بي سي الشبكة القناة اللي مشغلاه جات له وقالت له بص عم كونان، خلاص جاي لانو جه الوقت بتاعه ان هو يمشي، والتنايت شو هيكون من نصيبك. وبس فول حماس دلوقتي، كله فرحان كله مبسوط، كونان خلاص هيسيب الليت نايت شو وهيديله الواحد كده، هو يعني كوميديان لسه بيبدأ حياته كده، اسمه جيمي فالن، هنرجع له كمان شوية، وكونان هيحقق حلمه وهيبقى المذيع بتاع برنامج ذا تونايت شو، وكونان راح قايل لك انا هعمل البرنامج ده بطريقتي. وهنا هو جات المشاكل. الطريقة بتاعت كونان في تقديم البرامج هي غريبة وجامدة جدا بالنسبة لي دايما، يعني طريقة نكته غريبة جدا، لما بيقعد مع ضيوف بيتكلم معهم بطريقة غريبة، دايما بيقطع وبيطلع سكتشات، بيعمل سكتشات، بيتكلم مع الموظفين بتوعه، حاجات يعني فعلا ممتعة. والطريقة بتاعته دي بتجذب الجمهور اللي هو ايه، عشرينات تلاتينات وكده، بس الجمهور اللي كان متعود يتفرج على The Tonight Show ما كانش نفس الفئة العمرية دي، كان 40-50 سنة لفوق. وبعد اسبوع واحد من استضافة كونان للتونايت شو ورحيل جاي لينو، الريتينجز بتاعت البرنامج نزلت جدا. ان بي سي راحت لكونان قالت له يا عم انت ما تلم الدور، الناس الكبار عمالين بيمشوا، يعني حاول تتكلم مع الناس الكبار دول، خليهم هم الجمهور الاساسي بتاعك. كونان قال لهم لا ابعدوا عني، انا عايز اعمل البرنامج زي ما انا عاوز. فان بي سي عملت ايه؟ راحت لجاي لانو اللي هم لسه ماشيينه من التونايت شو، قالوا له تعالى اعمل لك برنامج كده، هو اي حاجه في اي حته بس عشان نرجع الناس الكبار يتفرجوا عليك تاني. وحصل، وعمل له برنامج والناس رجعت تتفرج عليه. بعد كده ان بي سي عملت حركه وحشه قوي، قالوا هنرجع الوقت بتاع التونايت شو وذ كونان لحد قولوا الساعه 12 كده اهو، ونخلي البرنامج الجديد بتاع جاي لانو هو اللي ياخد السبوت بتاعت الساعة 10. ليه؟ لأن السبوت بتاعت الساعة 10 دي هو أحسن وقت للناس اللي في أمريكا عشان يتفرجوا على البرنامج. كونان بقى راح يقول لهم إيه؟ رقم واحد، لو أنتوا عملتوا الموضوع ده بالبرنامج بتاعي لما يروح للساعة 12، أنا كده بضرب على شغل زميلي في القناة اللي هو جيمي فالن اللي هو بيقدم الليت نايت شو اللي هو بيجي بعد البرنامج بتاعي أساسا، فكده هتزيحوا البرنامج بتاعه كمان، فإيه إيه يطلع هو الفجر بقى، هيكلم مين الفجر؟
وكده الراجل مش هيشتغل، ويعني عيب يعني انا اللي مسلمه البرنامج ده علشان اروح واستضيف انا التونايت شو. وكمان انا مش عاوز ابوظ صوره البرنامج اللي انا بستضيفه دلوقتي اللي هو لمده سنين طويله معروف ان هو بيتعرض الساعه 10. كده انتوا هتكونوا بهدلتوا البرنامج، مش هيبقى التونايت شو. انا اسف، ام اوت. كونان ساب التونايت شو بعد 7 شهور بس، والفيديو اللي هو اعلن فيه ان هو هيسيب التونايت شو، بجد حتى لو انت مش فاهم اي حاجة عن ايه اللي بيحصل ولا فاهم ايه القصة، فعلا هتتأثر. A lot of people have been asking me about my state of mind, and I'll be honest with you, walking away from the Tonight Show is the hardest thing I have ever had to do. Making this choice has been enormously difficult. This is the best job in the world. I absolutely love doing it, and I have the best staff and crew in the history of the medium. I will fight anybody who says I don't, but no one would. But despite this sense of loss, I really feel this should be a happy moment. Every comedian dreams of hosting The Tonight Show. And for 7 months, I got to do it. And I did it my way, with people I love. I do not regret one second of anything that we've done here. And yeah. Really, here's what all of you have done. You made a sad situation joyous and inspirational. So to all the people watching, I can never, ever thank you enough for the kindness to me. I'll think about it for the rest of my life. And all I ask is one thing, and I'm asking this particularly of young people that watch. Please do not be cynical. I hate cynicism. For the record, it's my least favorite quality. It doesn't lead anywhere. Nobody in life gets exactly what they thought they were going to get. But if you work really hard and you're kind, amazing things will happen. I'm telling you, amazing things will happen. I'm telling you, it's just true. كونان طلع من الليلة دي كلها بكام؟ ب 45 مليون دولار. أخذ 20 مليون منها وراح مديها لكل الناس اللي كانوا بيشتغلوا معاه. وإن بي سي بقى عملت إيه؟ راح اتلغت البرنامج بتاع جاي لانو اللي هو قالت له اعمل لك برنامج غريب كده هو بس وكده هو. لغت البرنامج ده ورجعت جاي لانو علشان يستضيف التونايت شو مرة تانية. يا لهوي على المسخرة. اعظم برنامج في تاريخ التلفزيون عمال يتلعب بيه يمين وشمال. وبعد فترة غياب طويلة كونان رجع ببرنامج جديد مع شبكة جديدة TBS، والبرنامج بتاعه اسمه كونان من غير اي قيود. بيعمل الحاجة اللي هو عايزها، بيعمل الكوميديا اللي هو بيحب يعملها، وبيوصل للجمهور اللي هو عايز يوصل له. ومن غير اي مبالغة البرنامج بتاع كونان دلوقتي يحط على كل الليت نايت شوز اللي موجودة ريتنجز مش طبيعية، جمهور مش طبيعي، تفاعل من كل ناحية، والتونايت شو عمال بيعاني علشان يفضل عايش. ده علشان كونان كان فاهم ان في الوقت ده اهم جمهور يوصل له هو الشباب. عمل ده ازاي؟ مع الاسكتشات اللي هو بيعملها، مع الضيوف اللي هو بيجيبهم عنده في القناة، واهم حاجة اهتمامه الكبير جدا بالانترنت. الراجل عمل سيجمنت اسمه كلولس جيمر. بيعمل ايه في السيجمنت ده من البرنامج؟ بيلعب العاب، يعني هو جيمر، هو بيعتبر نفسه جيمر. وايوه انا هعمل السيجمنت ده مخصص للجيمينج. في نفس الوقت الناس التانية اللي بتعمل تونايت شوز وحاجات كده عاملين يتريقوا من الناس الجيمرز، هو ايه الهبل ده ليه الناس تعمل فيديوهات جيمر كده. لا، كونان هي امبريست ات، يعني اخدها كده هو قال لها ماشي انا ممكن مش فاهم تفكروا ازاي، ولكن انا هلعب معاك. اخدهم بالحضن كده. وانا دلوقتي كواحد مش عايش في امريكا ولا حاجة، يعني انا ما اقدرش اتفرج على البرنامج بتاع كونان كل يوم، هدي حكمي من على اليوتيوب. وانا بتفرج على كونان على اليوتيوب من زمان جدا. ما بين كل التوك شوز اللي موجودة كونان هو الوحيد اللي انا فعلا بستمتع بالفرجة عليه. كونان واندي والجروب بتاعه ده اللي هو معاهم من اول يوم، فعلا انسان ممتع، انسان بيعرف هو بيعمل ايه، واهم حاجة عارف هو بيحاول يوصل لمين. وبس اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجة عندي للفيديو ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بالمناسبة لو انتوا ملاحظين حاجة غريبة في التيشيرت اللي انا لابسه، يعني التيشيرت ده من تصميمي، هو تصميم النستالجيا،
لو عجبكم ممكن تشتروها، تلاقوا الرابط بتاعه موجود في الوصف. وغير عن كده عندي طريقة تانية بتدعم القناة، ان انتوا تشتروا الميرش، سواء الميرش بتاع القناة دي او التشكيلة بتاعت بانتومات. عامة اللينكات موجودة في الوصف. لو انتوا عايشين في مصر الدفع عند الاستلام، اي مكان تاني في العالم الدفع بيكون من خلال النت. وغير عن كده لو عايزين نكمل القصة بتاعت كونان، فقصة كونان مش يعني ما خلصتش ولا حاجة، ان هو لسه مستمر في عمل الحاجات اللي هو بيعملها. الحاجة فعلا اللي حصل فيها تغيير يعني مش طبيعي هو التونايت شو ذات نفسه، لان زي ما قلت لكم جاي لانو هو رجع يستضيف التونايت شو تاني، وفضل فترة طويلة جدا لحد لما خلاص التونايت شو كان بيموت. فقالوا مين اللي هو لازم يجي بقى يمسك التونايت شو بعد ما شافوا النجاح بتاع كونان والحاجات كده؟ راحوا لجيمي فالن، الراجل اللي هو اساسا كونان اداله البرنامج بتاعه اللي هو كان الليت نايت شو، وقالوا لجيمي فالن بص اعمل اللي انت عايزه. جيمي فالن بكل بساطه كده هو قلب التونايت شو لبوب كولشر، بس يجيب مغنيين يقعد يرقص ويغني ومش عارف مين كده، هو اللي هو ما بيوصلش للشباب دلوقتي، بيوصل للناس اللي اصغر من الشباب. لان بعد كل ده ان بي سي الشبكه بتاعه التونايت شو فهمت ان ايوه في الوقت ده ان انت توصل للجمهور للناس الكبيرة مش هيفيدوك بحاجة، انت زمن الانترنت حاول توصل للشباب على قد ما تقدر. والناس دلوقتي بتقول ان The Tonight Show with Jimmy Fallon هو اكتر توك شو مشهور يعني، بس ايوه يعني مش معنى ان هو اكتر واحد مشهور ان هو افضل واحد. انا برضو شايف ان كونان جدا حاجة مميزة لوحدها كده هو. وبس اعزائي المشاهدين ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشغلوا النوتيفيكيشن عشان اول ما نزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. انا ما بعملش النوعية دي من الفيديوهات كتير يعني، بس لما بعملها فعلا بتكلم على شخصية اتعلمت منها حاجة، شخصية ألهمتني بحاجة، وده كان واحد منهم كونان أوبراين. لو عندكم اقتراحات تانية للشخصيات ممكن نزورها نعمل عنها كده هو فيديو بايوغرافي اوتوبايوغرافي شرف سموه اللي عايزين تسموها، اكتبوا لي في الكومنتات. وبرضو ده من تحت كده سوش تعملوا لايك وتنشروا الفيديو على قد ما تقدروا. شكرا مرة تانية على متابعتكم، ونصلكم لنهاية الفيديو. انا محمود اسماعيل، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.